راضي. طيب عبد الله اشكرك واشكر النقاد امتداد كلامهم. يا حبايبي هذا كلام المتسابقين، انتم نسخه جباره وانا اعترف بهذا الاعتراف على مضض ولا اريد ان اقول، لكن اما وان الوقت حان استغلوا انكم جذبتوا الناس باسلوبكم الجميل بجلساتكم الحلوه اللي جميعا صراحه نستمتع فيها، حابين جدا جمعاتكم، حابين سوالفكم. صح هناك بعض الملاحظات او بعض الامور اللي خلنا نقول الان ليس مجال ذكرها في بدايه الحلقه، لكن تاكدوا بل اجزم ان في نهايه الحلقه لابد ان نتطرق اليها، مثل ما ذكر فهد ان فقرات النقد عباره عن ثلاث امور، هذا الامر منها. انتم نسخه مميزه جدا جدا جدا، الاداره وفقت في اختيارات الاسماء، وانتم كنتوا على مستوى الحدث خلال 15 يوم سابقه. نزول الرتم مره مو بحلو لا لكم ولا لمن احبكم ولا لمن كان ينتظركم. في اليوتيوب بس العصر عبد الله، في اليوتيوب خلينا نقول ارقام للمتسابقين، انتم قاعدين تصنعون ارقام يا حبايبي المتسابقين. حطوا لي الكاميرا عليهم اذا امكن يا اباظه، خلينا نسولف معهم وهم نتكلم على الارقام اذا تقدرون، لاني انا مشتاق لهم صراحه. طيب في اليوتيوب يا شباب، الارقام اليوتيوبيه من بدايه سكريبت الى اليوم سكريبت 15 تقريبا بمعدل 1.5 مليون مشاهده يوميا. انا ما اقول عدد مرات الظهور لكن مشاهده، عدد من يشاهدكم يوميا في اليوتيوب 1.5 مليون، هذا رقم كبير وتستحقونه، تستحقونه امانه. وهذا الرقم يا حبايبي هو مسؤوليه، مسؤولية يجب أن تعوها جيدا. عدد مشاهداتكم في التيك توك على تاج واحد فقط، تاجات أسماءكم ترى حققت أرقام مليونية، كل شخص باسمه، أنا أتكلم عن تاج واحد فقط اللي هو سكريبت فقط، بدون قناة الواقع، بدون مسميات الفقرات، بدون مسمياتكم، 283 مليون مشاهدة، رقم كبير جدا، تستحقون هذه الأرقام. أنا والله أريد أن أتغنى بهذه المستوى. أنا فاتح اسم أحد المتسابقين من غير ذكر اسمه في التيك توك، أنا أشوف أنه من المتوسط، من المتوسطين، مش من المشهورين قبل، مش من المشاهير ولا من المتوسطين، حتى ذرتهم من المتوسطين. مشاهدات التاج حقه في التيك توك 17 مليون، هذا المتوسط ما شاء الله، 17 مليون مشاهدة لتاجك في التيك توك، وهو متوسط في الأداء، هذا متوسط في الأداء. هذه أرقام يا إخواني تستحق انك تهتم فيها. يعني الميت 5 مليون 6 مليون يا اخواني، اطلعوا بحاجه مفيده والله برنامج جميل، اطلعوا بحاجه مفيده، اطلعوا بحاجه مسليه. التقاطعات اللي تصير بينكم بكثره وبتعمد، ما يا حماده يا ثامر مدعث يا جماعه الخير، ما هي بحلوه، ما هي بحلوه لمنظرك، ما هي بحلوه لصورتك. اكمل السالفه كامله، المزح وقت مزح، السالفه وقت اعطها حقها. نسخة مميزة، إياني وإي إحنا الآن من هذا المنبر نجعل على عاتقكم المسؤولية، الجمهور يجعل على عاتقكم مسؤولية جمالية هذه النسخة. سأل الله تعالى لكم التوفيق. يا شباب بالفعل يعني أنتم نسخة، كرروها شباب، والله العظيم أننا مستمتعين بما تقدمونه. أنا بعترف بعد اعتراف ثاني، أنا من عشاق أناشيدكم الجماعية، جلساتكم الجماعية هذه اللي تنشدون فيها أنا أضيع فيها. أطلب طلب، نبغى الان يعطيهم المايك ويعطونا كيف خليتني عقب الجماعه الوحيد. يلا كيف خليتنا عقب الجماعه الوحيد، احنا بنشلها معكم يا شباب. يلا افتحوا المايكات لهم، هدوا يلا يا شباب. لا القطوع المواصل. يلا اللي تبغى. واحد اثنين ثلاثه.